أهلا بكم في ولنا وقفة. نتناول في هذه الحلقة تصعيد الحكومة الإسرائيلية داخليا وخارجيا فيما يبدو أنه تحضيرات لسباق الانتخابات القادمة. هل قرار حكومة نتنياهو إنهاء عمل بعثة مراقبين دوليين داخل مدينة الخليل في الضفة الغربية خطوة استباقية لكسب أصوات الناخبين اليمينيين أم أنه قرار سيادي؟ وفي كلا الحالين، هل يعني فوز نتنياهو في الانتخابات القادمة أن المنطقة مقبلة على حرب لم تحدد جبهتها بعد؟ أن الهدف من إنهاء مهمة بعثة المراقبين في الخليل هو إرضاء المستوطنين واليمين. هل التصعيد من قبل حكومة يقودها حزب الليكود هي استراتيجيته الانتخابية لكسب أصوات المتشددين، خاصة بعد تصريحات نتنياهو بأن مواجهة التهديد الإيراني سيكون في قمة أولوياته؟ وما هي آفاق السلام التي يمكن أن تحققها حكومة تريد إرضاء يمين لا يبدو أنه يرى شريكا في أرض أو حكم غير من يوافقه في التوجه؟ هذه التساؤلات وأخرى سنجيب عليها مع ضيفي هنا في الاستوديو الباحث في الشؤون الإسرائيلية صلاح العواودة. كما أرحب بضيفي من القدس النائب بالكنيسة طلب أبو عرار، وسينضم إلينا من القدس أيضا الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي شلومو غانور. نبدأ نقاشنا ولكن بعد هذا التقرير. الذهاب إلى انتخابات مبكرة، هذا ما أعلنه الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك بعد سلسلة من الأزمات الائتلافية ومنعا لأزمة جديدة مع الحريدم على خلفية وجوب تمرير قانون لتجنيدهم في الجيش. خلال 8 أيام منذ إعلان حل الكنيسة والذهاب إلى انتخابات مبكرة مطلع أبريل المقبل، ظهرت على الخريطة السياسية الإسرائيلية العديد من الكيانات الجديدة، جميعها حول شخصيات عسكرية وسياسية معروفة وليس حول طرح سياسي. وفي محاولة لاستمالة اليمين واليمين المتطرف، تعاود العجلة الدعائية الانتخابية الدوران بتصريحات نتنياهو عن الاستيطان وحديثه حول إيران وبرفضه إقامة دولة فلسطينية وصولا إلى إنهاء مهمة المراقبين الدوليين في منطقة الخليل، الأمر الذي جعل مجلس الأمن الدولي يعبر عن خيبة أمله في ذلك. في الجانب الفلسطيني، أعرب الرئيس محمود عباس عن أمله أن تفرز الانتخابات الإسرائيلية المقبلة من يؤمن حقا بالسلام، مؤكدا استعداده التام للعمل معها. الصراع الإسرائيلي الداخلي والصراع الإسرائيلي الفلسطيني سيلقي بظلاله على الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقبلة، فهل ستعني نتيجة الانتخابات مهما كانت مزيدا من التوتر بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين والمزيد من السيطرة الإسرائيلية، أم أنها ستكون أيضا لدعم المزيد من الأجندة الحكومية الإسرائيلية
لتمرير صفقة القرن. هذا ما ستجيب عنه أوراق الاقتراع الإسرائيلية في الانتخابات المقبلة. حسام البكري لبرنامج ولنا وقفة تي آر تي عربي. سأبدأ النقاش من القدس مع الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي شلومو جانور. سيد جانور، إنهاء بعثة مراقبي الخليل بدعم أمريكي لم يعد شأن فلسطيني إسرائيلي، هو ورقة داخلية أو كما يصفها البعض رشوة انتخابية للمستوطنين، ما رأيك؟ أعتقد أنه قرار إسرائيلي محض، فمن القرار نفسه يحق لكل طرف سواء الجانب الفلسطيني أو الإسرائيلي إلغاء اعتماد هذه البعثة في المنطقة. ولكن للأسف الشديد التجربة المريرة الطويلة التي جرت بها ومرت بها هذه البعثة أثبتت للجانب الإسرائيلي بأنها خيبت الأمال فيما يتعلق بتحقيق التعايش السلمي. هل الآن اكتشفت الحكومة الإسرائيلية سيد جانور؟ هل الآن فقط اكتشفت الحكومة الإسرائيلية؟ أساسا البيان الذي أعلن فيه إنهاء هذه البعثة لم يكن واضح الأسباب، نحن مقبلون على انتخابات في إسرائيل، أليس كذلك؟ الجانب الإسرائيلي تغاضى عن الشكاوى العديدة التي قدمت بالنسبة للممارسات التي مارسها أعضاء الفريق المراقب من التعرض للمواطنين الإسرائيليين في مدينة الخليل، ولكن هذا الصبر ربما قد وصل إلى نهايته، وممكن نقول بأن نتنياهو اتخذ القرار بمفرده أثناء زيارته كريات أربع في الخليل وأعلن بصورة أحادية الجانب عن وقف أعمال هذه البعثة. هذا هو القرار. يعني أنت تنفي الصلة بين هذا القرار، وممكن أن ندمجه. سيد جانور، أنت تنفي الصلة إذن بين هذا القرار والمعركة الانتخابية لاستقطاب أصوات المستوطنين واليمين المتطرف في إسرائيل؟ لا أنفي ذلك، بل كنت في نص كلامي. تفضل. بل قلت أن هو نتنياهو استغل هذه الفرصة أثناء زيارته لكريات أربع في الخليل وأعلن عن ذلك من خلال لقائه مع المواطنين هناك. فمن هنا ممكن ندرج هذا الموضوع في إطار الدعاية الانتخابية لإرضاء اليمين، وممكن نقول بأن هذا هو قرار إسرائيلي سياسي محض اتخذ بإمعان وبدراسة. يعني لم أفهم منك، هل هو قرار سيادي أم يعني ورقة انتخابية؟ الاثنين معا. القرار هو السيادي لأن إسرائيل هي صاحبة الحق والجانب في الموضوع، ومن جهة ثانية التوقيت أيضا تزامن مع المعركة الانتخابية الإسرائيلية، وممكن نقول بأنه محاولة لإرضاء اليمين الإسرائيلي. أود أن أسمع من ضيفي أيضا من القدس سيد طلب أبو عرار. ليس فقط إنهاء بعثة مراقبي الخليل، كان هناك قرارات موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 2500 مستوطنة وحدة استيطانية، إنشاء منطقتين صناعيتين في الضفة الغربية، أيضا الخطاب من أحزاب اليمين يتصاعد ضد الفلسطينيين بشكل عام، ولكنه يعني يركز على الضفة الغربية، في هذا ما تقول؟ نقول أن هذا القرار الإسرائيلي إذا كان يعني هناك قول بأن التجربة في وجود هذه البعثة قد خيبت الآمال في تحقيق التعايش السلمي، أي تعايش سلمي تبحث عنه حكومة نتنياهو وهي لا تريد السلام أبدا ولا تريد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. إنما هذا القرار طبعا يأتي لا أقول إرضاء لليمين ولا المستوطنين بحسب، إنما تغطية على جرائم ترتكب بحق الفلسطينيين من الجيش ومن المستوطنين هناك. فهو إذا كان القرار قرار سيادي فلا سيادة للإسرائيليين على أرض محتلة، ولا طبعا أي قرار سياسي هنا يمكن يعني يريدون من هذا القرار السياسي هو طبعا
يعني زيادة قوة اليمين، و الذي طبعا يسترد بالدرجه الاولى. طيب. على المستوى سيد ابو عرار، يعني هل تراه شان فلسطيني اسرائيلي، يعني هذا القرار برايك؟ لما هو قرار اسرائيلي محض، لا دخل للجانب الفلسطيني في هذا. لا لم اقصد كقرار، هذا الموضوع هو انهاء مهمه بعثه المراقبين مراقبي الخليل، هل هو يندرج في سياق الشأن الفلسطيني الإسرائيلي العام، أم أنه يعني كما سألت شلومو غانور أنه يأتي في سياق معركة انتخابية مقبلة وتستهدف استقطاب أصوات اليمين وهذه مداعبة للمستوطنين تحديدا؟ نعم بالتأكيد يأتي هذا القرار في إطار ما يسعى إليه نتنياهو إرضاء للمستوطنين وحتى يكسب صوت الشارع اليهودي وبالأساس المستوطنين، وكذلك تقوية لأحزاب اليمين والتي ينادي ويدعوهم بيبي نتنياهو إلى الوحدة، وحدة اليمين الكامل، حتى يستمر في هذه الحكومة التي هي وجهتها لا نحو السلام إنما نحو الحرب. وأول طبعا ما هو معروض على الطاولة هو لعلها أن تكون الحرب مع إيران أو مع حزب. سنعود إلى هذه النقطة التي أثرتها أخيرا في سياق الحلقة. صلاح العوودة، يعني هل هذه الخطوة ستكون فاتحة خطوات أخرى؟ الكثير من المحللين يرون أن الضفة الغربية هي الغنيمة الانتخابية لأحزاب اليمين. شلومو غانور قال بأنه نتنياهو أخذ هذا القرار بمفرده بإنهاء بعثة المراقبين، ولكن نسمع الخطاب السياسي من الأحزاب اليمينية وفي جزء كبير منه يستهدف الضفة الغربية. بالتأكيد الساحة السياسية في الكيان الصهيوني تشهد مزاحمة على أصوات اليمين الصهيوني واليمين المتطرف تحديدا الذي يمثله المستوطنون، ويصعب على أي سياسي يترشح في الانتخابات هناك بأن يتجاهل هذه الأصوات. وقتل الفلسطينيين والاعتداء على الفلسطينيين ومصادرة الأراضي وبناء مستوطنات جديدة، هذه ستكون كلها قرارات شعبية وستحظى بقبول لدى الجمهور اليميني، وهو الغالبية الساحقة في الجمهور الصهيوني. وبالتالي من يرفع شعارات للسلام أو للتعايش وما إلى ذلك اليوم لن يجد من يسمع له، سيسمى من قبل الغالبية الساحقة من اليمين بأنه يسار متطرف. طب هذه هي حال تقريبا الانتخابات الإسرائيلية منذ الانتفاضة الثانية، لم يعد يعني الأحزاب الرئيسية في إسرائيل تحاول استقطاب أصوات المركز أو اليسار، باتت تركز على الأصوات اليمينية، ولكن إلى أي حد يمكن أن يصل هذا التصعيد؟ هذا التصعيد في عدة نقاط. إذا تحدثنا عن الجغرافيا في الضفة الغربية، هناك نقاط استيطانية قد تبنى جديدة، هناك وحدات استيطانية ستضاف إلى مستوطنات موجودة، وهذا يعلن عنه بين الفينة والأخرى، 1000 وحدة سكنية و2000 وحدة سكنية، وما يتم الإعلان من قبل وزير الدفاع الحالي وهو رئيس الحكومة بالمناسبة، وبالتالي هو جمع صلاحيات، وبالتالي يحاول أن يظهر للمستوطنين بأنه هو رجلهم وهو رئيس حكومتهم وهو رئيس معسكر اليمين، وبالتالي سيبذل كل ما في وسعه لإشعار هذا اليمين بأنه ما زال هو القائد الحقيقي لليمين، وأنه يجب أن ينتخبوه في المقابل حتى لا يفوز ما يسميه هو اليسار. يعني هو يصف غانتس والمعسكر المنافس باليسار، وبالتالي يستخدم الدعاية في وسط أوساط اليمين وتقديم هذه الرشاوة لليمين كي ينتخبوه ليصمد في وجه ما سماه المعسكر الآخر معسكر اليسار. تمام. شلومو غانور، إذن المعركة الانتخابية الآن في إسرائيل هي يمينية بامتياز، يعني فانطلاقا من هذه الفكرة يبدو أن نتنياهو يتصدر المشهد في استقطاب هذا الخطاب، أليس كذلك؟ لا شك أن المجتمع الإسرائيلي ككل يميل نحو اليمين، فلذلك الشرائح الاجتماعية المختلفة وأيضا الأحزاب اليمينية على مختلف ألوانها تتنافس فيما بينها، في حين أن الحزب الأكبر هو حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو. والاستطلاعات الرأي العام
الأخيرة تؤكد بأنه سيتصدر وسيفوز في هذه الانتخابات. مع أنك في فترة الأحزاب مع أنك منذ واليسار. فترة قصيرة قلت أنه مكانة نتنياهو تضعضعت، فهل تحسنت برأيك الآن؟ قلت أن مكانة نتنياهو تضعضعت نوعا ما على ضوء المنافسة داخل الحزب الليكود، والتي أيضا برزت في نتائج الانتخابات الأخيرة التي تمت أمس الأول، والتي أظهرت بأن بعض الشخصيات التي دعا نتنياهو إلى عدم التصويت إلى جانبها قد نجحت وتقدمت في لوائح الانتخابات. ولكن علينا أن نتطلع ليس فقط إلى الانتخابات المقبلة بعد 60 يوما، بل الكل يتهيأ إلى الحكومة ما بعد القادمة، أي ما بعد عهد نتنياهو. طيب ولذلك دعنا الآن في الحكومة القادمة على الأقل سيد جانور. سيد جانور، سنبحث الحكومة القادمة الآن، وهنا أريد أن أنتقل إلى طلب أبو عرار. بداية، ما رأيك فيما تسمع، ويعني هل برأيك لا فرصة للمركز واليسار في هذه المعركة؟ هي يمينية بامتياز، وفي حال يعني مرة أخرى نجح الليكود ومرة أخرى نجح نتنياهو شخصيا، على ماذا مقبلون نحن؟ نعم، طبعا نقول أنه من المتوقع أن تسكر هذه الانتخابات عن فوز حزب الليكود، والذي طبعا يقوده نتنياهو بمقاعد لن تقل عن 30 مقعدا حسب الاستطلاعات الأخيرة. طبعا وإن كان طبعا الليكود يطمح في هذه المرة بأن يصل إلى أكثر مقاعد حتى يتيح له طبعا حالة قوة أو فائض قوة سياسية تؤهله اتخاذ قرارات أصعب أو صعبة بشكل مريح في الفترة المقبلة، علما أن هنالك طبعا منافس آخر وهو أساسي لنتنياهو، هو الجنرال بيني جانز. هو طبعا أيضا يعني يتميز بين في الشارع الإسرائيلي أو الشارع اليهودي بأنه عسكري بامتياز، وقد شارك في الحرب على لبنان، وله طبعا شعبيه بين في اوساط اليمين، والذي طبعا يعني حسب استطلاعات الراي سيحصل على، اذا كان طبعا قد عقد تحالفا مع هناك مستقبل مع يش عتيد، يعني مع لبيد هو رئيس الحزب، حزب هناك مستقبل، سيصل الى 29 مقعد مقعدا حسب الاستطلاع. كان طبعا يخلق جو من التنافس بين المعسكرين، ولكن ايضا نقول ان جانز لا يقل خطوره عن يعني في التشدد عن نتنياهو. يعني في كلتا الحالتين سنكون امام حكومه يمين تسعى جاهده في يعني قضع عمليه السلام بالكامل، وكذلك في تضييق الحيز على الفلسطينيين من خلال بناء الاستيطان. نعم، اسمح لي سأنتقل إلى سيد صلاح العواودة انطلاقا مما ذكرت، وأيضا يعني بالربط مع السؤال الذي طرحناه في بداية هذه الحلقة. ما آفاق السلام التي يمكن أن تحققها حكومة تريد إرضاء يمين لن يقبل بشريك في الحكم أو في الأرض؟ الصفر ممكن أن نقول، يعني لا يمكن، لا يوجد أمل ولا أي احتمال بأن يكون هناك حكومة إسرائيلية قادرة على بدء عملية سلام مع الفلسطينيين، بل إن مراكز الدراسات وليس الناخبين، يعني مراكز الدراسات في إسرائيل في تقديراتها الاستراتيجية لم تعد قادرة على رؤية مسار عملية سلام ممكن أن تنطلق فيه إسرائيل. الأحاديث عن ترتيبات ممكن الحديث عنها بالتنسيق مع الأمريكان، بالتنسيق مع الأنظمة العربية من فوق الطاولة أو من تحت الطاولة. هذه الترتيبات تهدف إسرائيل من خلالها إلى منع قيام دولة فلسطينية، وإلى منع قيام دولة إسرائيلية ثنائية القومية، يعني التخلص من السكان الفلسطينيين دون أن تكون دولة فلسطينية
على أرض فلسطين من خلال ترتيبات إدارية معينة تبادر إسرائيل إليها لتجنب الأبرتهايد من جهة وتجنب دولة فلسطينية مستقلة من جهة أخرى. يعني لا أفق للسلام، لا أفق، لا أفق. هناك ترتيبات أخرى يتم التنسيق إليها. شلومو غانور، ما رأيك بهذا الكلام؟ هل يعني الحديث عن حلول في، تفضل. أعتقد أنا أخالف الرأي للزملاء، لأنه هناك ما يسمى بصفقة القرن، أي مشروع السلام الأمريكي، وهذا هو أمر موعود به ويعود وتكرره الإدارة الأمريكية يوميا بأنه بعيدة، أي ساعات أو يوم أو يومين بعد ظهور نتائج الانتخابات في إسرائيل في 10 أبريل، أي بعد شهرين بالضبط سنشهد طرح أمريكي على الطاولة فيما يتعلق بتحقيق السلام في الشرق الأوسط بين إسرائيل والدول العربية وبين إسرائيل والموضوع الفلسطيني. فلذلك لا أستبعد بأن، لا شك أن الحكومة اليمينية القادمة، حكومة نتنياهو، ستواجه مشاكل في الرد على المشروع الأمريكي، ولكن مع ذلك سيكون موقف إسرائيلي واضح بالنسبة للموضوع الفلسطيني، وهذا ما يتضح من جراء القاسم المشترك أو أدنى قاسم مشترك يجمع الآن أحزاب الوسط والأحزاب اليمينية، أي الحفاظ على الكتل الاستيطانية اليهودية الكبيرة في الضفة الغربية، على أن تكون من الضفة الغربية منطقة عازلة عن السلاح. النهر الأردن سيكون الحدود الآمنة، تحويل السلطة الفلسطينية كافة الصلاحيات الإدارية فيما يتعلق بالحياة سكان الضفة الغربية، الأمور الأمنية ستكون بأيدي إسرائيل. هذا هو أدنى قاسم مشترك يجمع جميع الأحزاب الإسرائيلية. من هذا أعتقد تعدنا قليلا عن الموضوع، أيضا المشروع الأمريكي سيستند إلى هذا الواقع. طيب سأعود إليك طلب أبو عرار، يعني أريد أن أسمع رأيك فيما سمعت. نقول أنها صفقة القرن، هي في الحقيقة صفعة العين، صفعة القرن، وهي طبعا ورأينا أن أولها الاعتراف أو نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. هذا طبعا يؤكد ايضا الموقف الاسرائيلي الكامل بان الفلسطينيين ليس حق، لا حق في القدس. وطبعا ثانيها راينا كيف سنت اسرائيل او حكومه نتنياهو قانون القوميه الذي يجعل حق تقرير المصير فقط لليهود وليس للفلسطينيين فيه حق. يعني هنالك امور، فلا نريد ان نسمع حتى عن مشروع امريكي، لانه في البدايه لا يمكن ان يكون بطرف متحيز بالكامل، يكاد أن يكون إسرائيليا واضحا بأن يكون وسيط في إحلال عملية السلام أو في منح الفلسطينيين دولة أو أي حقوق في المنطقة الشرق الأوسط أو في الفلسطين. أود الانتقال معك إلى محور آخر في حلقة اليوم، عن ماذا نتوقع من الحكومة المقبلة، سواء كانت حكومة يشكلها حزب الليكود بزعامة نتنياهو أو أي شيء. هل نحن مقبلون على حرب؟ نعم بالتأكيد، هذا ما نلمسه من خلال متابعة الأمور ومستويات الأمور في هذه المنطقة، في هذه البلاد، لأن طبعا ستعود إلينا حكومة يمين، وعلى الأغلب أن تكون برئاسة نتنياهو. ونتنياهو يعني يهدد دائما، يخوف شعبه من التهديد الإيراني، و طيب هذه الحرب ما وجهتها؟ هل هي وجهتها في غزة، في لمواجهة التمدد الإيراني كما يصفه نتنياهو، وأين؟ أقول بداية سيبدأها في سوريا، طبعا بكون أن سوريا طبعا في يعني تقع على الحدود وبالذات هذا البلدان، وكذلك طيب.
في جنوب لبنان. شكرا شلومو، عفوا سيد طلب الوقت يداهمني. شلومو جانور، يعني الحكومة المقبلة وإن كنت تريد التحدث عن ما بعدها، يبدو أنها تتجه باتجاه حرب كما رأي طلب أبو عرار. لا أعتقد ذلك، لفعل الله ولا فعل الآخرين. لا تزال إيران العدو الأكبر لإسرائيل، بالرغم من أن إسرائيل لا تكون العداء لإيران وللشعب الإيراني، ولكن إيران في تصريحاتها للمسؤوليها يوميا بأنها تنوي محو إسرائيل، فلذلك حددت نفسها كعدو لإسرائيل، ولذلك على إسرائيل الاحتراس منها. بين الاحتراس هو منع إيران وصلت من الفكرة سيد جانور سوريا وإقامة وصل الجواب. أعتذر منك، الوقت داهمني. الجولان الوقت داهمني. شكرا جزيلا لضيوفي في هذه الحلقة، وأشكر هنا ضيفي في الاستوديو الباحث في الشؤون الإسرائيلية صلاح العواودة، كما كان معنا من القدس النائب الكنيسة طلب أبو عرار، وأيضا من القدس الشكر موصول للكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي شلومو جانور. وأشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، إلى اللقاء قريب في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة.